ومنتصف الليل الأخبار من القناة الوطنية الأولى. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بالعناوين. فتح بعض مكاتب البريد لإسداء الخدمة للمواطنين مع تواصل الإضراب في بقية المكاتب، والإدارة العامة للبريد تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مع اقتراب العودة المدرسية، غلاء أسعار الأدوات المدرسية ونقص الكراسة المدعم هاجس العائلات التونسية، ووزارة التجارة تبدأ إجراءات مواجهة الاحتكار. ولبنان يعتبر الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية إعلان حرب، ويؤكد حقه في الدفاع عن سيادته. أهلا بكم مشاهدين من جديد. بين استنكار إدارة البريد التونسي دخول أعوانها إضرابا غير مبرمج لا يراعي حق المواطن في التمتع بخدمات المرفق العام للبريد، وبين إصرار جل عاملي القطاع على مواصلة الإضراب المفتوح والتمسك بمطالبهم المهنية والاجتماعية، باشرت ثلاث مكاتب بريد وحيدة بالعاصمة عملها أمس الاثنين، فيما المتقاعدون ما زالوا ينتظرون سحب جرايتهم لليوم السادس على التوالي. رغم تواصل إضراب أعوان البريد منذ يوم الأربعاء الماضي، فتحت ثلاثة مكاتب بريد بالعاصمة أبوابها اليوم لإسداء الخدمات للمواطنين، ويتعلق الأمر بمكتب محمد الخامس ومكتب تونس الثامر ومكتب تونس الجمهورية، ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات إلى جانب عدد من المطالب الاجتماعية المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والإدارة، ومن بينها تنقيح القانون الأساسي للبريد. هذا وعبر البريد التونسي في بلاغ له عن استنكاره الدخول في إضراب فجئي لم تراعى فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وما ترتب عنه من إضرار بمصالح المواطنين، إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة. كما أعلنت الإدارة العامة للبريد عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخاصة في حالة تواصل الانقطاع عن العمل، داعية كافة البريديين إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، مذكرة بأنها لا تزال منفتحة أمام الحوار والتفاوض. ومن جهتها، وصفت وزارة التكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي بالمخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية، نافية أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار، وأنها ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض. كما عبر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن أسفه لعدم تمكن أصحاب الجرايات الذين يتقاضون مستحقاتهم عن طريق التحويل البريدي من سحب جراياتهم لدى مكاتب البريد لتزامنه مع الإضراب، مؤكدا أنه تم تحويل جرايات المتقاعدين والأرامل وذوي الحق منهم بعنوان شهر أوت في أجلها. إلى شأن التربوية الآن، يلجأ بعض العائلات التونسية إلى اقتناء الأدوات المدرسية خلال هذه الأيام تجنبا للاكتظاظ، وتتضح خلال هذه الفترة بعض الإشكاليات بينها غلاء الأسعار وافتقاد الكراس المدعم. مع اقتراب موعد العودة المدرسية بدأت المكتبات تشهد حركية، مكتبات لا حديث فيها لبعض الأولياء سوى عن غلاء الأدوات المدرسية. فما ديفيرونس على غا عملوا فما ديفيرونس والله أعلم. سيو المارك كل قدير وقدره، ثم شكون يحب ياخو سوبر، ثم شكون يحب ياخو نورمال. السلعة الباهية اللي باش تقعد تسمع تقول لك 280 و300، باش نشري كهرباء أنا. الكراتب 50 70 80 120، عليه الواحد شنو عنده؟ واللي عنده ثلاثة وأربعة شو يعمل له؟ أسعار بعض الأدوات المدرسية شهدت وفق رئيس الغرفة الوطنية لتجار الأدوات المدرسية والمكتبية بالجملة ارتفاعا نسبيا، كما أن أثمانها تختلف وفق رأيه حسب نوعية الأدوات وجودتها والمكان الذي تقتنى منه. زيادة نسبية مع التخفيض اللي يعملوا الحريف واللي يعملوا المكتباجي، هي في الحقيقة كان ما زادت. شو مش نعطيك مثال ساطع، ثم بعض الأدوات اللي زادت 14% سنة 2019 زادت 14%، والحريف قاعد يعطي في الفورنيتور في 20%. كيفاش على الأرض الواقع زادت ولا ما زادتش؟ نظريا زادت، لكن عمليا بالتخفيضات كأنها ما زادتش. وفيما يشتكي بعض التونسيين من ارتفاع أسعار بعض الأدوات المدرسية، يواجه أصحاب بعض المكتبات إشكالية في التزود بالكراس المدعم. تمشي المصنع يشرط عليك ما تشري كراس مدعم إلا ما تشري من عنده بقيت معناها بنسبة معناها 6 و7 أضعاف الكراس المدعم. ما رأيك أنه إذا كان تاخذ من عنده بمئة ألف دينار معناها من بقيت الورق اللي هو لوازم مدرسية ممتازة مختلفة الكراس الأولى وغيره،
تاخو انت كوتا بالنسبه اللي هما فما نسبه 20% كحد اقصى يا كراس مدعم. يعني العمليه اذا كان ما تعديلوش الطلبيه في بقيه الورق ما تحكيش معاه في الكراس مدعم اصلا. وزارة التجارة أعلنت من جهتها عن توفير 21 مليون كراس مدعم والانطلاق في توزيعها منذ بداية شهر جويليا الفارط كخطوة أولى لمواجهة عمليات الاحتكار. نوفروا الحاجيات اللي تخلي السوق في حالة إشباع من المنتوجات من الكراس المدرسي، وهذا اللي عملناه في الفترة الماضية واللي قاعدين نعمله فيه توا وباش نواصلوا فيه إلى معناها بداية العودة المدرسية وما بعدها. بجانب إذاك يعني فما برنامج رقابي خصوصي لضرب الممارسات هذه ونتفعلوا احنا يعني يا اما مع التشكيات نتاع المواطنين بصفه مباشره، وايضا عندنا معناها برامج رقابيه وعندنا حملات يوميه باش يقع تكثيفها انطلاقا معناها من الاسبوع القادم. تجنب اللهفه في اقتناء الادوات المدرسيه واعتماد المقارنه في الاسعار بين مختلف الفضاءات المعروضه بها هي الدعوات التي يوجهها الاطراف المتداخله في المجال الى التونسيين. في خطوة تدعيم للشراكة والتعاون للنقابين بين تونس وفرنسا، التأمت ندوة دولية بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها الفرنسية لتطرح مشكلة مجال التعليم العالي والبحث العلمي ويبحث في آليات العمل المشتركة للحد منها. حماية منظومة التعليم الجامعي العمومي وتكافؤ الفرص بين جميع التونسيين للحصول على التكوين والتصدي لهجرة كفاءات من الإشكالات التي طرحت للنقاش بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها الفرنسية في ندوة دولية انعقدت في الغرض. هذه النخبة التي كلها الآن هي بصدد الارتحال والذهاب إلى فضاءات ومجتمعات ودول أخرى، وهو أمر مؤسف جدا. في كافة بلاد العالم يريدون أن يقوموا بالقضاء على الجامعة العمومية وبالتالي أن يقضوا على ما يمكن أن نسميه بالتكافؤ في الفرص ما بين كافة المواطنين. بالنسبة للطلبة التونسيين المسجلين هناك في فرنسا والذين وقع مضاعفة معاليم التسجيل. نتقاسم قضايا مشتركة وهذا الملتقى يدفعنا لتجاوز مرحلة التفكير نحو تنفيذ آليات تعاون بين الجامعيين التونسيين والفرنسيين لتدعيم مشاركتهم في هذا المجال. ونوه بعض الحاضرين في الندوة الدولية بتنامي حجم التمويلات في قطاع البحث العلمي لتونس، فيما اعتبر آخرون أن استغلالها في مشاريع عمل موسى ما تزال دون المأمول. هناك إمكانيات تمويل كثيرة اللي ما هيش مستغلة من التونسيين، تمويل من فرنسا ومن أوروبا. فرنسا التوانسة يستعملوهم، لكن فيما يخص أوروبا هناك إمكانيات تمويل هائلة لكن التونسيين ما هماش يستعملوا فيها كما يلزم. في الستة تمويلات تحصلنا عليها للتمويل البحث العلمي في نطاق التعاون هذا، إذا هذه خطوة كبيرة ولابد أن نوعي المجتمع متاعنا على الفرصة هذه وخاصة الجامعيين. وعلى هامش هذه الندوة ذكر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الإشكالات التي سجلت في السنة الماضية ما تزال قائمة. دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أمس الاثنين دعت رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل العاجل وتفعيل ضمانات دستورية لحماية المؤسستين الأمنية والقضائية مما آلت إليه الأوضاع وتنقية المناخ السياسي وتوفير الظروف الأمنية اللازمة للمترشحين للانتخابات الرئاسية. وأوضحت في بيان لها أن مآل الصراعات السياسية وإقحام مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية من شأنه هدم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية والرجوع بها إلى مربع الديكتاتورية، منتقدة الاحتجاجات التي رافقت الأحداث الأخيرة ضد المؤسسة الأمنية واتهامها بعدم الحياد وتوظيفها لصالح طرف سياسي على حساب خصومه. حذرت وزارة الدفاع الوطني المواطنين من الاقتراب والحضور بالمناطق العسكرية المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أو المناطق الحدودية العازلة حفاظا على أرواحهم من خطر تعرضهم إلى الرميات المباشرة من طرف الوحدات العسكرية العاملة بهذه الفضاءات أمام تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية ومحاولة إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إلى إطلاق النار على الدوريات العسكرية.
في أخبارنا الدولية، قتل ما لا يقل عن 8 مقاتلين موالين للحكومة الليبية المعترف بها دوليا في ضربات جوية نفذتها قوات شرق ليبيا لاستعادة السيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية جنوب العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، قال إن 10 آخرين أصيبوا في الضربات، وأضاف أن قوات الجيش الوطني الليبي انتزعت السيطرة على بعض النقاط العسكرية بالقرب من مدينة غريان. من جهة أخرى، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن التدخلات الخارجية وفقدان حد أدنى من الوحدة على المستوى الدولي شجعا الأطراف المتصارعة في ليبيا على مواصلة القتال. بعد وعيد زعيم المقاومة حسن نصر الله دولة الاحتلال بالرد أمس، اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون اعتداءي طيران الاحتلال الصهيوني على الضاحية الجنوبية ببيروت إعلان حرب، مؤكدا حق بلاده في الدفاع عن سيادتها. مصادر لبنانية لفتت إلى شن قوات المحتل أمس غارات جوية على موقع عسكري يتبع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العامة بلبنان، تحديدا ببلدة قصيعة قرب الحدود السورية. ما يزال سقوط طائرتين مسيرتين أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت يثير مزيدا من ردود فعل القادة اللبنانيين، سيما مع تجددات داء المحتل الإسرائيلي بشن غارات جوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم على موقع عسكري تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في لبنان في بلدة قوسايا قرب الحدود السورية. فقد اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الاعتداءين على الضاحية الجنوبية بمثابة إعلان حرب يسمح لبلاده اللجوء إلى استخدام الحق في الدفاع عن سيادته. وأفاد مكتب الرئاسة اللبنانية بأن عون ناقش الاعتداء الإسرائيلي مع منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان يان كوبيتش. رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال من جانبه لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إن حكومته تريد تجنب أي تصعيد مع إسرائيل، لكن على المجتمع الدولي رفض ما وصفه بالخرق الفاضح للسيادة اللبنانية. وعلى خلفية هذه التطورات، كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شدد أمس خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة تجنب أي تصعيد والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني إن كانت ظروف مناسبة. جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الاثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزامن مع قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة بياريتس الفرنسية. وأضاف ماكرون في ختام القمة إن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لم يتوصلوا لإجماع بشأن دعوة روسيا لقمتهم العام المقبل في الولايات المتحدة. وأضاف ماكرون أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سترتب لعقد قمة في الأسابيع المقبلة مع زعيمي روسيا وأوكرانيا للتوصل لنتائج فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا. ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدينا تذكير بعناوين النشرة. فتح بعض مكاتب البريد لإزداء الخدمات للمواطنين مع تواصل الإضراب في بقية المكاتب، والإدارة العامة للبريد تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مع اقتراب العودة المدرسية، غلاء أسعار الأدوات المدرسية ونقص الكراسة المدعم هاجس العائلات التونسية، ووزارة التجارة تبدأ إجراءات مواجهة الاحتكار. لبنان يعتبر الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية إعلان حرب ويؤكد حقه في الدفاع عن سيادته. ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، تصبحون على خير.